بموافقة إسرائيل بشكل مؤقت على تعليق الشق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، تتحول سيناء إلى ساحة مواجهات جديدة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبين معارضيه الذين يدعمهم الجيش. وبهذه الموافقة تستطيع القوات المسلحة المصرية الدفع بمعدات حربية ثقيلة وطائرات مروحية لمناطق مختلفة من سيناء لمواجهة تصاعد العمليات التي ينفذها مسلحون ضد عسكريين أسفرت عن مقتل العديد خلال الأسبوع الماضي. بضوء أخضر من إسرائيل، تتحول شبه جزيرة سيناء تدريجيا إلى ساحة رئيسية للمواجهات بين قوات الأمن والمسلحين الإسلاميين الساخطين على قيام الجيش بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وشن حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية. وتم الاتفاق بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية على أن يتم وقف العمل لمعاهدة كامب ديفيد التي تمنع تواجد قوات عسكرية مصرية في مساحات واسعة من سيناء. وآخر حلقة في مسلسل هذا الصراع الهجوم الذي قام به مسلحون على كمين للشرطة في مدينة العريش بالأسلحة الثقيلة، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط متأثر بإصابته فضلا عن إصابة مجند شرطة. ومن ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني شرطة الثالثة الإسماعيلية عن مقتل مجند وإصابة ضابط في حادث هجوم وإطلاق رصاص على كمين أمني. وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من تعرض سيارة قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب أحمد وصفي لإطلاق نار أثناء قيامه بتفقد عناصر التأمين في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، لكنه لم يصب بأي مكروه. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي تعقيبا على أحداث العنف التي طالت ولا تزال بعض المقار الأمنية التابعة للجيش والشرطة إن توسع ما أسماه العناصرية في تنفيذ عمليات مسلحة ومخططة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة في سيناء خلال الأيام الماضية هدفه محاولة إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض الأمن القومي المصري. إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء إن مواطنين أبلغوا السلطات عن العثور على جثة مواطن قبطي اختطف في مدينة الشيخ زويد قبل أيام مفصولة الرأس قرب مقبرة، وتبين أن القتيل اختطف بجوار منزله في نفس اليوم الذي تعرض راعي كنيسة بالعريش للاغتيال. وفيما اعتبرته الولايات المتحدة خطوة احترازية بعد الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، أعلنت واشنطن أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تقومان بدوريات في منطقة الشرق الأوسط قد اقتربتا من ساحل البحر الأحمر في مصر مؤخرا. وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية أن الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل السفن البحرية على مقربة من البلدان التي تكون في حالة اضطراب تحسبا للحالات الاضطرارية لحماية أو إخلاء مواطني الولايات المتحدة أو المشاركة في المساعدة الإنسانية، مؤكدا أن وجود السفن لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ عمل عسكري.